إلى أحد الناجين من عبارة الموت في الموصل يقول إن العبارة كانت عاطلة قبل أن يصعد المواطنون إليها. أول شيء الروج جاء يعني علينا، قمنا نبتسم إحنا، بعد الابتسام وجهنا ما نشوف نفسنا إلا جوا المويه يعني. زين. إيش صار؟ زين. يعني خوف وصدمة مو طبيعية. يعني يقولون ما يمسطون. يقولون الأسلاك مقطوعة، أكو خلل بالعبارة، صدق هذا الحكي؟ هي كانت عاطلة العبارة، كانت عاطلة قبل ما نروح، يعني قبل ما يصعدون بيها العام. أبو القارب المدني يحكي، هو يقول كانت عاطلة وفوقها ماي، يعني ما يقدرون يشغلوها. قوة يشغلوها حتى بس فلوس وطمع وجشع. يعني الحكومة والدولة والمديرية. زين، أنتوا كم واحد كانوا، يعني كم واحد كان بالعبارة موجودين من عائلتك؟ إحنا 6 نفرات كنا، طلعنا 5. طلعتوا 5. بس فقط أختي التوأم ما طلعت. إلى رحمة الله. يمكن همين ال. وهي لحد الآن مفقودة يعني. ما نعرف. زين. حبيبي أنت همين اللي شنت بالعبارة؟ إيه. سولف لي همين، شنو اللي شلون نجيت، شلون طلعت من العبارة؟ السفينة. إيه. بالسفينة شافوني وطلعوني. ايه.